معروف على ناس ستوان عشقهم المنتجات سبتة، وبسبب هادشي كنخبروكم باللي فتح مؤخرا سوبر مارشي مواصفات رفيعه بشارع الجيش الملكي. عنده كل شيء بمحتاجيات اللي بغيتو، الاثمنه مناسبه بزاف. شباش نقول لكم، الحاجات سبتة اللي كنا كنتمنى ندخلوا سبتة نجبروها، دابا عنده كنجبروها بثمن مناسب جدا جدا. ما تصوروش الا جيتو اي حاجه غادي تبغيوها غادي تجبروها هنايا. سوبر مارشي قشور عنده كل ما تشاهيتي من منتجات اسبانيه، مغربيه، فرنسيه، المانيه، وحتى السلعة السبتة اللي تربوا عليها سكان المدينة اللي عندهم معها ذكريات جميلة. تبارك الله، المحل غزال عنده، وعنده السلعة مخلطة ومنوعة، وكاين فايد اختار، والخير موجود والثمن مناسب. وصراحة عندهم حتى الأثمنة ناقصة على الناس بزاف، والله يوفق. غتلقاو داخل سوبر مارشي قشور جميع أصناف المواد الغذائية والمستلزمات المنزلية وأدوات التجميل ومختلف أنواع التوابل والبهارات وأصناف متنوعة من الأجبان، بالإضافة إلى أدوات التنظيف. كنجبر هنايا كلشي تسبتة والأثمنة مناسبة، والله يوفقو. كنشكر كامل تطوان. كان عندهم محل قديم، كنت كنتسخر مع عندهم قديم، معروفين بالجوده، وكنصحكم تجيو تسخروا مع عنده حيت الاثمنه متنوعه. سوبر مارشي قشور معروف عند الجميع بالمعامله الطيبه والاثمنه المناسبه، وهذا الشيء اللي كيخلي الناس تجي من مناطق بعيده باش تقتني منه الحاجيات اليوميه. كما كتشوفوا معنا، المحل زوين، موقع مزيون، عندهم اثمنه جد مناسبه بالنسبه للسلع، حتى هي سلعه مزيونه، سلعه ثبته كما حنا الناس تطوان متعودين علينا على سلعه ثبته. هاد الناس وفروا لنا جميع سلعه ثبته اسبانيا. سوبر مارشي قشور وجد لكم سيرفيس خاص بتوصيل المنتجات للمنازل ديالكم، ما عليكم غير تكومونديو في الهاتف والسخيره توصل حتى لداركم. كنرحب بالناس تطوان بمناسبه الافتتاح سوبر مارشي قشور. حاولنا نجيب لكم جميع المنتوجات، اسبانيا، المانيا، المغرب، المنتوجات اللي ما كانتش في سبته ان شاء الله حاولنا نجيبوها. والحمد لله احنا معروفين بالمعامله مزيانه ملي كنا في محل اخر، وحاولنا نوسعوا المحل وجبنا وفرنا واحد المحل في موقع مزيان وفضاء واسع. ومناسبه الافتتاح وجدنا لكم عروض هامه في جميع المنتوجات اللي عاد كنتوفروا عليها، وان شاء الله كنوعدكم ديما بالجديد. مرحبا بكم في سوبر مارشي قشور، التخفيضات المذهلة والعروض المغرية بانتظاركم.